جنو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنو توكس. سنتعرف في هذه الحلقة على برنامج يتيح لك مشاركة ما تقوم به أو ما تبثه على جهاز حاسوبك مع أجهزة حاسوب أخرى أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية. البرنامج هو ديسكرين. البرنامج متوفر على نظام ويندوز، ماك او اس، جنو لينكس. البرنامج كما ذكرت يتيح لك مشاركة سطح مكتبك مع أجهزة أخرى، سواء أجهزة حاسوب أخرى أو أجهزة لوحية وحتى الهواتف الذكية. كل ما علينا الآن هو تحميل البرنامج بالصيغة المناسبة لنظامك. بالنسبة لمستخدمي جنو لينكس، أفضل أن يقوموا بتحميل أب إيميج والتي تعمل على جميع التوزيعات بجنو لينكس، وباقي الأنظمة هي كما ذكرت متوفرة لويندوز وماك أو إس. أقوم بتحميل نسخة أب إيميج لهذا الشكل، نقوم بحفظها. أنا قمت بتحميلها مسبقا وهي هذه. نقوم كما العادة من خلال الإعدادات والخصائص ونأتي إلى التصاريح، ثم نعطيها حق التنفيذ، نقرأ بنقرتين. تأتينا هذه النافذة، نقوم الخيار الأول هو كونكت، نقوم بالنقر على كونكت. هنا يأتي دور الهاتف، نقوم بفتح أي برنامج قارئ للكيو آر. أنا أستخدم سيكسكان كيو آر، أقوم بفتحه ثم نقرأ على سكان ويقوم بقراءة هذا الكود بهذا الشكل. أنقر على Open in Web ليفتح لي الرابط على المتصفح. كما تشاهدون تم الاتصال علي فقط من خلال الحاسوب. نقر على Allow للسماح بالاتصال بين الجهازين. المرحلة الأولى تمت بنجاح، الثانية هي Select، من خلالها يمكن، الأولى هي Enter Screen هي الشاشة بأكملها، والثانية نختار برنامج معين. مثلا إن اخترنا Screen كاملة ثم نختار، سننتظر الآن الاتصال وننقر على Confirm. ها قد تم الاتصال بين الجهازين. هنا في إعدادات البرنامج على الهاتف من خلال المسنن هذا، نقوم باختيار الفيديو سيتينغز أو دقة الشاشة، نختار 40 لكي تكون سلسة أكثر في التعامل. هنا بوز وهنا لتكبير الشاشة كما تشاهدون. مثلا إذا فتحت البرنامج هذا تي في شانيل، ثم نأتي إلى مثلا نيوز، ثم لا الجزيرة، ينقل لنا ما يجري على الهاتف بشكل عادي. نعود إلى البرنامج مرة أخرى. نختار Disconnect لإيقاف الاتصال. نضغط على الزر مرة أخرى. نقوم بالاتصال Open in Web. ثم الموافقة. إذا اخترنا Application Web سيقوم بفتح النوافذ التي لدي. نضغط على Confirm. هنا ستكون النافذة التي اخترتها فقط هي التي تظهر على التطبيق.
إذا أزلت هذا التطبيق ستظهر الشاشة سوداء، فقط التطبيق الذي اخترته هو الذي سيعمل دون غيره. إذا قمت بتنزيل أو ب إزالة النافذة أو تنزيل النافذة فلن تظهر سطح المكتب. هذا برنامج حر ومجاني مفتوح المصدر متوفر لأنظمة الحاسوب، يمكن تحميله والاستفادة من مزاياه. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.